السلام عليكم، مع بداية فيديو جديد. قبل ما نبتدي بس اعرفكم انا هتكلم في ايه او ايه الموضوع بتاعنا او احنا وصلنا لغاية فين في موضوع الشيخ اللي نصب علينا في الاثار، والناس اللي كانت مكدباني بتقول لي الشيخ ما ينصبش عليك، الشيخ مش حرامي، الشيخ ما سرقش، ده يمكن يكون حد خد اللبس بتاعه، ده يمكن ويمكن يمكن. هوريكم دلوقتي فيديو هو لسه بعتولي حالا، او مش حالا يعني، بعتولي بقاله فترة، هخليكم تتفرجوا عليه. بعد كده في كلام مهم جدا جدا جدا، زاد ان في خبر حلو اقول لكم عليه بعد ما تتفرجوا على الفيديو اللي انا عرضه لكم دلوقتي حالا. لو انت مش مشترك في القناه انزل دلوقتي اشترك عشان نوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل، واعمل لايك على الفيديو دوت عشان نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات. ودلوقتي حالا هعرض لكم الفيديو وبعدها في كلام مهم جدا. اتفرجوا. الو الواد انا مدافر دافر بالمات دبت البدبور اتبل بمدد، وانت انت هتفضل هنا ومعاك دبلوم ومعاك حاجة حلوة اوي، انت واحد تلاتة من واحد لاتنين لتلاتة اضرب دي. انا متلقتها انا ما دلقتهاش، انا لقيتها بديك ما دلقتهاش. قول لي دلقتها مالها طار بقد بلوتك وازاي وطلع عيدها بتاعتك، والتناه التناه بعتها بعتها تاني. انت لقيت معاك اي حاجة اي حاجة معاك وقتها، ما انا بتقابل انت الطب هتدوبني تاني غير البنت ده، أجب بنته في حياتك هتدوبني فيه. أنا متأنت تداني مرة يا عبد العبد بتقول لك فيه هتبنت انت ديني. أنا الطيارة كمان أربع دقايق بتنفع بتنفع أخدت كده المطار أروح البيت وأضبط على حالي وأديني نبت وأداه عايز الدنيا. تعالى تعالى وانت يا ابني حاول تختبي الدنيا فين خد تعالى روح تلعب بسرعة تعالى انت في مطار الطيارة راح تتابع. تعالى انت بقى حاول تختبي مبان مبان، وانا لما اجي اديك فلوس اديك فلوس. تعالى الرسالة اللي عايز اوجهها للشيخ، على فكرة انا مش ندمان اللي انا اتسرقت، لان الحاجة دي كانت انا ليها جزء منها وانت ليك جزء والناس ليها جزء، تمام ده احنا عارفين ومش ندمان، لان انا ما عملتش معاك حاجة وحشة. وخلي بالك الدنيا واسعة وهتلف الدنيا دي كلها وهتجيلي، صدقني الدنيا واسعة، لو ما جيتليش النهاردة هتجيلي بكرة، والله العظيم الدنيا واسعة، وهنتلاقى وهنتقابل وهنقعد مع بعض، وساعتها اللي ليه حق عند التاني هياخده، انت لو ليك حق عندي هتاخده، وانا لو ليه حق عندك هاخده، من غير ازاي، ومن غير ازاي اللي انا هشوفك انت لو سافرت بره مصر جوه مصر سافرت فين الدنيا. خد دي بقى رسالة مني انا بقى عشان انت شكلك ما بتفهمش. تمام وحمار ولا مش حمار؟ انا اللي حمار عشان امنتك على بيتي ودخلتك بيتي وامنتك على كل حاجه، انا اللي حمار، انا اللي غلطان، انا اللي استاهل، انا اللي وحش عشان امنت لك، انا اللي ما ينفعش امن لحد وامنت، انا اللي غلطان. دي نقطه خلينا متفقين عليها. ده كان الخبر الوحش. بالنسبه بقى للخبر الحلو، هما خبرين بالظبط. اول خبر ان احنا هنرجع نعمل تحديات ومقالب وهنرجع نكسر الدنيا تاني، وصدقوني اي حاجه انا كنت وعدتكم بيها او اي حاجة انا كنت عايز احققها لكم بس ده من تعب انا ومن شقاي انا. معايا الخبر التاني، معايا نهاركم ابيض بليل السوق. سيبك بقى شوية مع الكاميرا تتكلم وتاخد راحتك.
كل القصة ان انتوا وحشين قوي. بس انا بقى تعالوا. انا خايا، انا بحب اقول كلام كتير حلو. نهاركم ابيض. فبدل السوبر يا جدعان كان متقطع عن اليوتيوب، ما كانش فيه مشكله بينه وبينه، والله العظيم انا كنت بكلمه هو كان بيكلمني، بس الحوار ان كان في حد داخل ما بيننا والحد ده مش كويس وربنا يسهل له. وقناته كانت مسروقه، قناته اتسرقت من على اليوتيوب ولسه مرجعينها من فتره قريبه قوي. وهنبدا ننزل افلام ونبدا ننزل اغاني ونبدا ننزل تحديات ومقالب، وزي ما كنا بنعمل زمان وزي ما كنا بنجيب مشاهدات وبنحرق وبنكسر الدنيا، نرجع نعمل تاني. وزي ما جبنا درع ال 100,000 هنجيب درع المليون وال 10 مليون وال 50 مليون وال 100 مليون. ما وراناش حاجه غير اننا ننجح. انا عايش اللي اعرفه النجاح، ما اعرفش حاجه ثانيه غير اللي ما اعرفوش. واكتر حاجه الجواز والمسابقه. الجوائز يا جدعان، فيها يا جدعان اعمل لكم الجوائز، والله العظيم انا كنت ناوي اعمل لكم ايفونات وعربيات وسكوترات وبتاع، بس خلاص هو اللي حصل حصل والمشاكل اللي حصلت حصلت، فانا اللي هقدر عليه اعمله المهم قناه بلال السبكي تحت في الديسكريبشن، اكيد كلكم مشتركين، واللي مش مشترك فيها ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل الفيديوهات الجديده، واللي مشترك فيها بقى يروح هناك يلغي الاشتراك ويفعله تاني ويفعل زر التنبيهات اللي هو زر الجرس عشان يوصل له اي فيديو جديد بينزله، لان بقى له فتره كتير ما بينزلش، فلما يرجع الاشعار مش هيبدا يوصل للناس. فالمطلوب منكم تشتركوا في قناته، واللي مش مشترك يشترك، واللي مشترك يفعل الجرس او يلغي الاشتراك ويشترك تاني. وانا اقول لك على الفيديو دوت، وتعالوا على الفيديو بتاع قناه بلال السبكي عشان هناك احنا لسه مصورين فيديو جامد قوي. اعملوا لايك سبسكرايب. نهاركم ابيض. نسيب بقى بلال السبكي ولا مين؟ ينهي انت تقول سلام. قبل ما ننهي الفيديو معلش ان احنا طولنا عليكم قوي كده، هو الشيخ ده ليه حوار معايا تاني يا جدعان. انا ما كنتش معلش قبل معلش قسما بالله اللي تهزله سبع سماوات وارض، الشيخ النصاب مش هو بلال السبكي، قسما بالله. وحياة كلمة لا اله الا الله، وحياة كلمة لا اله الا الله، بلال السبكي مش هو الشيخ النصاب. بلال السبكي كان في زي حد دخل ما بيننا وبتاع بوظ الدنيا خالص، فده غير ده، عشان الناس اللي بتقول لي ده بلال السبكي هو الشيخ، قسما بالله وحياة الدنيا والاخره، حياة الدنيا الآخرة، ده غير ده خالص. الناس عارفة بس انهي بقى الفيديو. طب احنا ننهي الفيديو، وزي ما هو ما قال فعلا اقسم بالله انا مش الشيخ النصاب ولا لو هو يعمل فينا كده ليه يعني؟ انا والله العظيم لسه راجع واتفقنا اهو ان احنا نصور ونشتغل مع بعض، لكن اقسم بالله ما كانش اي حاجة ولا شيخ نصاب، بس انا كنت متابع كل حاجة وبنتكلم على الواتس وفي بينا شات وفي بينا كلام ومكالمات وتليفونات وبنقعد مع بعض، لكن والله العظيم ما في اي حاجه. وان شاء الله هتشوفوني قريب وهتشوفوا افلام وهتشوفوا مسلسلات وهتشوفوا حاجات بتخرب الدنيا ومهرجانات وحاجات كنا كتير قوي منزلناها. طيب يا جماعه هاني في الفيديو على قد كده، اشوف وشكم على خير، مع السلامه.